الجبل ده ارتفاعه 3000 متر، هنتدحرج من عليه كلنا لحد ما نوصل تحت لبحيرة التماسيح. البحيرة دي هنعوم فيها 2 كيلو ونص لحد ما نوصل للبر التاني، بس خدوا بالكم ان السلطعون هناك شرس قوي قوي قوي، انا حذرته. طيب بالنسبة للتماسيح يعني هل هي أليفة ولا زي الطلسعون؟ نعم. لا ولا حاجة يا فندم. لما نوصل للشط ان شاء الله هناخد 30 ثانية راحة، وبعد كده هنجري 24 كيلو في الغابة. 30 ثانية راحة؟ نضيع اليوم كله في راحة؟ بس خدوا بالكم ان اليربوع هناك